ده معاد أول وقفة حوارية في هذا الصباح، حل أزمات عالمنا المعاصر، وهذا الأمر بيستوجب العودة إلى الدين وضوابطه ومرجعيته كحارس للأخلاق وضوابط ومنقذ للحضارة الحديثة ومكتسباتها ومنجزاتها. ده المعنى اللي أكد عليه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف خلال حضوره فعاليات مؤتمر زعماء العالم والأديان التقليدية، وده اللي تم إقامته في كازاخستان بمناسبة مرور 15 سنة على إنشاء هذا المنتدى اللي تم إنشاؤه عام 2003. حقيقي زيارة هامة بيقوم بيها فضيلة الإمام الأكبر إلى كازاخستان بتعكس ليس فقط مكانة الأزهر ولا مكانة مصر، ولكن أيضا شخصية فضيلة الإمام اللي مؤثرة واللي بتأكيد ليها تأثير كبير وبتعكس بتكون مرآة عاكسة للدور اللي بيقوم به علماء الدين في مصر، وبالأخص الدور اللي بيقوم به الأزهر الشريف. تم تقليد فضيلة الإمام الدكتوراه الفخرية من أكبر جامعة في كازاخستان، وتم أيضا حضور العديد والعديد من المنتديات الهامة اللي حضرها فضيلة الإمام الأكبر. خلينا نشوف المعاني اللي تم إرسائها خلال هذه الزيارة، والأهم ماذا كان يريد أن يقول فضيلة الإمام، ما هي المبادئ والأسس اللي تم وضعها خلال مؤتمر قادة زعماء العالم والأديان التقليدية. في هذا الحوار يشرفنا أن يكون معنا الشيخ إبراهيم همام وهو وكيل وزارة بالأزهر الشريف. أهلا بحضرتك فضيلة الشيخ. مرحبا فندم، بارك الله فيكم. بس قبل ما نبدأ حوارنا مع فضيلة الشيخ خلينا نتابع الأول هذا التقرير. تأكيدا على دور الدين كحارس للأخلاق وضوابطها، شدد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أمام مؤتمر زعماء الأديان بالعاصمة الكازاخية أستانا على ضرورة العودة إلى الدين ومرجعيته، مشيرا إلى أن الإرهاب صنيعة سياسات عالمية جائرة وألصق بالإسلام وحدة من بين سائر الأديان. ويحزنني كثيرا أيها السادة والسيدات أن أقول إننا كدنا نصدق هذه الأكذوبة الماكرة، وأهدرنا كثيرا من الجهد والطاقة فيما يشبه الدفاع عن الإسلام وتبرئته من تهمة الإرهاب. وأدان المشاركون في المؤتمر الانتهاكات المستمرة والممنهجة لحقوق الإنسان وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني من جانب المنظمات الإرهابية الدولية، وشدد المشاركون في المؤتمر على التمسك بسيادة الأخلاقيات العليا ووحدة مساعي الدول نحو إقرار التعاون والاحترام المتبادل من أجل استقرار ورخاء وأمن كل البشر. ودعا المشاركون الشخصيات السياسية ووسائل الإعلام العالمية للتوقف عن ربط الإرهاب بالدين، وذلك لكون هذه الممارسات تلحق الضرر بصورة الأديان والتعايش السلمي وتضرب الثقة المتبادلة والتعاون بين أتباع الدين الواحد والأديان الأخرى. كما دعا المؤتمر زعماء الأديان لنشر قيم التفاهم المتبادل والتسامح في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والتجمعات الأهلية وبذل الجهود لمنع العنف في الأماكن المقدسة لكل الأديان. برحب بكم مرة تانية ونبدأ حوارنا مع فضيلة الشيخ إبراهيم همام وكيل وزارة بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ خلينا نبتدي بمؤتمر زعماء العالم والأديان التقليدية، زي ما قلت كان بمر على إنشاؤه 15 سنة، وهو بيعد دعوة ومكان لتواصل جميع فرصة لجميع المنظمات الدينية لتطوير الممارسات لدمج أنفسهم في المجتمعات العلمانية. ما معنى هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا هو دور الأزهر الشريف في محاربة الفكر المتطرف وفي محاربة الإرهاب في كل مكان. فمنذ أسبوع مضى تقريبا ترأس فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفدا رفيع المستوى يضم السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة والمستشار القانون لفضيلته وآخرون منهم السفير سيادة السفير، والحقيقة سافروا إلى هذه الدولة الشقيقة دولة كازاخستان على إثر دعوة وجهها رئيس الدولة إلى فضيلة الإمام الأكبر
لحضور هذا المؤتمر وهو مؤتمر زعماء الأديان. عندما تنظر يا أخي الكريم إلى عنوان المؤتمر، مؤتمر زعماء الأديان، إذن جميع الأديان الموجودة هناك، كل واحد يمثل طائفة أو مذهب، فهذا المؤتمر يمثل جميع الطوائف ومثل جميع المذاهب في مجلس حكماء المسلمين. ومعنى كلمة حكماء المسلمين يعني العقلاء من المسلمين أو العقلاء من الناس. الهدف من هذا المؤتمر هو بيان أن الدين الإسلامي الحنيف هو الدين الذي به ضوابط التعايش بين الناس جميعا. هو زعماء الأديان التقليدية بنسقط الثلاث أديان السماوية ولا كل الأديان؟ كل الأديان، كل الأديان. لأن الدين المسيحي والدين اليهودي والدين الإسلامي، كل هذه الأديان لا تختلف على أن الإرهاب هو الذي يضر بالجميع وهو الذي يفرق بين هذه الدول. والأديان الثلاثة بريئة تماما بتمام من هذا الإرهاب الأسود الغاشم الذي دمر البلاد والعباد. وعلى هذا الأساس فضيلة الإمام الأكبر سافر إلى هذا المؤتمر وألقى فيه كلمة أشاد فيها بدور الأزهر الشريف ودور الدين الحنيف الذي يحارب الفكر المتطرف ونبذ العنف والإرهاب. طيب خلينا بس نتكلم عن ان المؤتمر بيعد فرصة للمنظمات الدينية اللي موجودة ان هي تطور من ممارساتها عشان تقدر تندمج اكثر في المجتمعات العلمانية، وده ليه معنى كبير بالتأكيد يعني. نعم. كيف يمكن لهذه المنظمات ان تندمج في هذه المجتمعات العلمانية اللي هي عايشة فيها يعني؟ نعم. يعني ما هو مدلولات ذلك، ما معنى هذا؟ عايزين نفهم الناس معنى ايه. لا يمكن بأي حال من الاحوال القضاء على الإرهاب إلا إذا تضافرت جميع الجهود من جميع هذه المنظمات العالمية على مستوى العالم، وخاصة رؤساء الأديان الثلاثة كما تحدثنا عنهم. إذا تضافر الجهود في نبذ العنف والإرهاب والتطرف والقتل والتدمير، لا بد هو أصلا أساس المؤتمر الذي سافر من أجله فضيلة الإمام. طيب الأكبر، طيب يمكن فضيلة الإمام تحدث أن الإرهاب ليس صنيعة الإسلام أو المسيحية أو اليهودية بالتأكيد كأديان سماوية وكرسالات إلهية، كيف تم تصدير هذه الحقيقة للمجتمعات الدولية حتى لا يكون الإسلام هو المتهم دائما في مثل هذه الأمور؟ لقد حذر الأزهر الشريف وحذرت مصر بالذات جميع الدول المجاورة وجميع دول العالم من هذا الإرهاب، وكل من تعاطف مع الإرهاب أو الإرهابيين وقع معهم وقتل كما قتلنا وضرب كما ضربنا. هكذا يبين الأزهر الشريف هذا الدور الفعال لمحاربة هذا. ولذلك الأزهر الشريف بيّن أن الإرهاب ليس صناعة مصرية أو صناعة أديان، فالأديان تماما هي بريئة من الإرهاب ومن التطرف ومن هذا العنف، إنما هو صناعة غربية سليمة ولا دفنها متاجرة السلاح وزعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. طب إزاي نقنع اللي قدامنا بالكلام ده بقى؟ جميع المنظمات عشان نقنعهم كل واحد فيه دور يؤديه، يعني مؤسسة الأزهر لها دور، الكنيسة لها دور، جميع الكنائس وجميع الطوائف وجميعنا كل يؤدي دوره حتى تتفاعل الجهود في القضاء على هذا الإرهاب. شايف حضرتك أن زعماء الدين، احنا بنتكلم على زعماء الأديان الثلاث، زعماء نعم. الدين المسيحي نعم. أو اليهودية بيقوموا نعم. بالدور نعم. بتاعهم في نبذ الإرهاب، نبذ العنف، ما إلى ذلك؟ نعم، الاتحاد قوة والتفرق ضعف. لابد أن تتحد هذه الأديان في محاربة هذا الخطر. صحيح. طيب كان في فقرة يمكن حبيت أتكلم فيها فضيلة الإمام الأكبر خلال مؤتمر زعماء العالم والأديان التقليدية، يعني فضيلة الإمام قال إن القضية ليست قضية شباب مسلم وجهاد إسلامي، وإنما هي قضية الظلم والتهميش والإحساس بالدونية وانتقاص الحقوق أو قسوة الاقتراب النفسي عند بعض الشباب نتيجة فراغ الحضارة المعاصرة من قيم الدين وأخلاقياته وتعاليمه، وهو فراغ لا يملأه إلا هدي السماء ونور النبوة. نعم. يعني كيف تعود المجتمعات الأديان؟ مدينة الأستانة هي مدينة عريقة من قدم الزمان. عندما يسافر إليها فضيلة الإمام الأكبر وهي ملتقى جميع الأديان والأمة وعلماء الدين كبارا وصغارا وجميع المنظمات العالمية، هذا معناه شيء واحد بس، معناه أن لا هذا الفكر اللي هو الفكر الإرهابي الذي يقوم على الظلم
والتهميش والاستبداد لابد ان ينتهي. طب هينتهي ازاي يا فضيلة الإمام؟ هنفضل احنا قاعدين بنتكلم في الناس بس ما في اللي. انا بتكلم بقى عن النتيجه، ازاي نقدر نحس المجتمعات ديت لو المشكله عندها هي، مش مشكله مش عندنا احنا، احنا جزء من المشكله بالتاكيد، بس لو هم اللي بيصدروا لنا المشاكل ديت، ازاي اقدر اتواصل معاهم؟ تتواصل معهم بلغاتهم، تتواصل يعني جميع الجهود بجميع اللغات على مستوى العالم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. اولا بكل لغات العالم لابد ان نتحدث الى هذه المجتمعات في نبذ العنف والتطرف لانه ضار بالبلاد والعباد. وصلنا لغايه فين في الموضوع ده؟ الامام الاكبر يعني بين في حاجه تجديد الخطاب الديني لكل الناس، ودي بصفه مبدئيه تجديد الخطاب الديني، تبادل الخبرات والتجارب بين هذه الدول، كيف تحارب هذا الفكر المتطرف، كيف تحارب الخارج عن القانون، كل هذا يبينه لنا فضيلة الإمام الأكبر في هذه الرحلة. تمام، بس هل حضرتك شايف أن ممكن نلاقي أذان صاغية لمثل هذه الدعوات، سواء من الجانب، خلينا نتكلم من الدين اللي من أتباع الدين اليهودي يعني. نعم. يعني إيه الدور اللي هيقوموا بيه إذا كان كل المشاكل اللي بتحصل من هنا مصدرها هي الدولة دي؟ نعم، أصلي هم الناس دول اللي هم الأديان تقوم على الظلم والتهميش، أي مكان في ظلم وفي تهميش لن يسود العدل، فالعدل هو سيد الأمة، وعشان كده الدين وضع ضوابط معينة لإعطاء كل ذي حق حقه. تمام، كان في إحصائية أجريت على 400 عائلة أوروبية، إحصائية هامة جدا، التحق أبنائها أو بناتها بالجماعات المسلحة في سوريا والعراق، وأظهرت الإحصائية أن 40% فضيلة الشيخ من هذه العائلات ملاحدة ما لهمش دين، و40% كاثوليك، و19% منهم مسلمين، و1% يهود. نعم. يعني إلى أي مدى بتفسر حضرتك الأرقام ديت عن استقطاب الجماعات الإرهابية؟ طائفة من الشباب في أوروبا لم تعرف لعائلتهم أديان وما إلى ذلك، يعني بتستقطبهم ازاي؟ ازاي هي اصلا جماعات قايمه على الفكر الديني المتشدد، كيف يمكن ان تكون من تستقطبهم هم من ملاحده يعني؟ نعم، الشباب عجينه تشكله كيفما تريد. ومن السهل جدا ان توجه الشباب الى النار وتوجهه الى الجنه، ومن السهل جدا ان تسيطر عليه بكل ما اوتيت من قوه نتيجه الفكر والضغوط والمادة والاقتصاد والظروف. دي ناحية، عدم معرفة الإنسان بالدين السليم والصحيح أصله ملحد، أصله يهود، أصله كافر، أصله كذا، إذا لن يعترف بهذا إطلاقا، ولا يعترف إلا إيه؟ إلا بالمادة. هو يأخذ المادة ويصرف زي ما هو عاوز. إذا الفكرة هنا تبنى على تهميش العقول، يبقى لابد هذه العقول الخربة التي ضاعت من الشباب لابد أن احنا نستقطب هذا الشباب ونعيده كما كان إلى الطريق السليم والصحيح. تمام، فضيلة الإمام الأكبر أيضا رأى خلال مشاركته في مؤتمر زعماء العالم والأديان التقليدية أن ميثاق الأمم المتحدة محتاج لتغيير، وأن هو أصبح حبر على ورق مثل ما أشار فضيلة الإمام، وأن هو يعني كان بيتعهد الأمم المتحدة المفروض أن تتعهد بحماية المستضعفين وإعلاء القيم الإنسانية والمبادئ الإنسانية، هي جارت عن كل هذه المفاهيم، ومن ثم فهي بدأت تكيل بمكيالين. حضرتك شايف التعامل مع هذا الأمر إزاي؟ من زمان أو من قديم الزمان ونحن نرى في الغرب حاجة اسمها ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، فإنهم لا يعاملون الناس سواسية. الدليل على هذا أو معنى هذا أنهم لا يعترفون بأي دين، لكن الذي يعترف بالدين الحقيقي السليم والصحيح هو الذي يعطي كل ذي حق حقه ولا يكيل إلا بمكيال واحد. طب إزاي المنظمات والدول الإسلامية تتعامل كلها وقفة جادة؟ هو دور المنظمات في تغيير هذه المواثيق وإعطاء كل ذي حق حقه، دورهم. مش دور الدول يعني؟ لا، دور المواثيق المنظمات. نعم، والمنظمات هو دورهم، ده دورهم الحقيقي. صحيح صحيح. ايضا المؤتمر بيتحدث عن احلال السلام والتوافق والتسامح كمبادئ اساسيه للانسانيه ليس فقط الدين الاسلامي. نعم. كيف يمكن يعني الدور اللي بيقوم به قاده الاديان في دعم هذه المبادئ بين الشعوب يا فندم؟ السلام الذي يقوم على العدل فهو الذي يحقق المساواه.
لكن أي سلام يقوم على الظلم ويقوم على عدم العدل لا يحقق أمن ولا يحقق استقرار. إذن السلام العادل هو السلام الذي يقوم على العدل والاستقرار حتى يحقق الأمن والأمان لجميع الناس. طيب خلينا نتكلم بقى شوية عن المشاركة فضيلة الإمام الأكبر في هذا الملتقى إلهام والفعاليات اللي حضرها هناك في كازاخستان. نعم. بتعكس إيه يا فندم؟ شايفها بتعكس إيه؟ هي لا شك لها انعكاسات كثيرة. أولا بيان أن الدين الإسلامي هو الدين السليم والصحيح ولا مناص عن هذا الدين، لأنه هو المرجعية الوحيدة الذي يرجع إليها العالم كله إذا صح التعبير. نمرة واحد. نمرة اثنين، التعايش السلمي بين الناس يقوم على العدل، دي كل انعكاسات من انعكاسات هذا اللقاء أو هذا المؤتمر الذي يتحدث عنه فضيلة الإمام. ولذلك إذا رأيت في كلمات الإمام أو استمعت عليها بإنصات جيد تجد يقول الدين السليم والصحيح هو المرجعية لضوابط الأخلاق. إذا لابد من أن نتخلق بأخلاق الدين السمح الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. طب شايف قد ايه يا فندم ان احنا دايما بيبقى في مؤتمرات وخلال المؤتمرات بيبقى في حماسة يعني والناس بتبقى في التفاعل والكلام ده، الخطوة اللي ما بعد هذه المؤتمرات عشان نقدر فعلا نوصل للغرب ان بندفع الضرر احنا براء منه عن انفسنا وهو تهمة الارهاب وما الى ذلك. نعم. شايف الدور بقى اللي يقوم بيه كل واحد فينا يبقى ازاي خلال الفترة اللي جاية دي؟ قلت ان المحطة الاولى فضيلة الامام هي محطة كازاخستان، المحطة الثانية ينتقل فضيلة الإمام منها إلى دولة أوزبكستان. ممتاز. الفضيلة الإمام الأكبر في هذه الدول التي سوف يقوم بها في المحطات الثلاثة إلا أن يتوقف في سنغافورة، واليوم سيصلي فضيلة الإمام الأكبر في مجمع البخاري صلاة الجمعة، لأنه في كازاخستان دي صلى ان هو الامام الاكبر صلاه العشاء بهم اماما يعني. لكن في عندما يسافر الى مثلا هذه الدوله تجد ان فضيله الامام الاكبر دائما وابدا يرشد الناس الى ان العدل والمساواه هو اساس السليم بين البلاد، لا في عدل ولا في مساواه اذا لن تكون قائمه هذه. تمام. فضيله الشيخ ابراهيم همام وكيل وزاره بالازهر الشريف، شرفتنا واهلا بحضرتك يا فندم. الله يخليك. مشاهدينا الكرام متواصلين معكم، ولكن بعد الفاصل موجز اهم الانباء وامل نعمان فابقوا معنا.